برضه هذكر موضوع الجلسة النهاردة برضه مش كده؟ اه في الاخر برضه. أهلا وسهلا أعزائي متابعي موقع جريدة النهار المصرية، معكم اليوم بتغطية جديدة من داخل محافظة القليوبية، وهي واقعة مأساوية تتلخص في الغدر والخيانة والحقد من صاحب لصاحبه. ضحية النهاردة هو شاب في مقتبل عمره، شاب عمره 25 سنة، اتقتل على إيد أعز صحابه. كان نازل يجيب بدلة فرحه، وبدل ما يلبس بدلة فرحه لبس كفنه. النهاردة احنا معانا والدة مصطفى الشهير بصاصة، عشان أولا البقاء لله، ربنا يصبرك. النهاردة احنا جايين نصور معاكي ونشوف القصة، ايه الواقعة اللي حصلت لمصطفى اللي راح ضحيتها من أقرب الناس ليه. عايزينك كده في البداية تحكي لنا ايه الواقعة. أولا هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مامة مصطفى صاصة عريس الجنة شهيد الغدر. مصطفى ما كانش ليه أي خلافات بينه وما بين صاحبه اللي قتله، هو كان خلاف بسيط ما بينه وما بين أخوه اللي أكبر منه صاحب الكوفيه. يعني مصطفى وأخوه بداية كده كانوا فاتحين كافيه. تمام. فكان دودو دوت صاحب مصطفى وبيجي بات معانا هنا وبياكل وبيشرب معانا. دودو ده اسم الشهرة. اسمه ايه بقى؟ أنا هو أنا ما كنتش أعرف اسمه الحقيقي لما رحت الجلسة، اسمه شعبان أحمد. تمام. بس أنا كنت أعرفه دودو. فراح يا ستي دودو دوت، هو كان شاب محترم وكويس، بس غيرته من مصطفى وحقده على مصطفى خلاه ماشي في طريق مش طريقه. فأولادي لما لقوه إن هو اتجه لطريق مش طريقنا وبيروح يقعد على الكافيه هناك وبيراضيهم بصحابه بتوع المخدرات، فطلبوا صاحب الكافيه عبد الرحمن اللي هو شهرته بوجي، طلب من صاصة إن يخلي دودو ما يقعدش عنده على الكافيه اللي هو ولا زمايله، انهم كانوا بيغلسوا على الصناعيه في الكافيه وبيعملوا نوش وكلام من دوت، وده اكل عيش. وده اكل عيشنا وده ايجار. فقال له يا ابني انا عايزه الم الايجار بتاعي ونشوف ابوك المريض دوت نعالجه، احنا مش فاضيين للكلام الفاضي ده، والحكومه يا ابني تيجي تقفل لي اكل عيشي. فقال له يا دودو ما تجيش، ده سبب المشكله اللي حصلت ما بين دودو وبوجي اللي هو اخو صاصه. يعني مصطفى من البدايه ما كانش ليه علاقه بالمشكله خالص خالص، ولا كان موجود يوم دودو ما ضرب مصطفى، ضرب بوجي وعوره واداله طعمه في جنبه وقطع له دماغه وشق له حاجبه من المطوه ومعضينه من كتفه من ورا. ده بعد الخلاف اللي هو قال له ما تقعدش على الكافيه. بعد ما هو الكلام راح لهم بقى ان انتوا ما تقعدوش على الكافيه، ازاي احنا نقول كده؟ ازاي؟ ما ينفعش. خلى صاحب الكافيه رايح يجيب بضاعه للكافيه اللي هو اسمه بوجي، اللي هو ابنك التاني، اللي هو ابني التاني. صاصة ملوش دعوة بالموضوع نهائي، صاصة تاخد غدر من دودو. حج دودو وغل وغيرته من مصطفى هو سبب ان هو قتل مصطفى، ان مصطفى لا اتخانق ولا ليه في الخناقات ولا الكلام ده كله. مصطفى انسان طالب جامعي متعلم في مدارس خاصة من صغره، انسان جامعي واخد شهادتين، مش شهادة واحدة من جامعتين، واخد بكالوريوس ادارة اعمال صناعية، وراح عمل معادلة تبع جامعة عين شمس، خد بكالوريوس ادارة اعمال، وانا معايا الشهاده بتاعته كنت منزلها لايف مع احد الزملاء ليكم. تمام. بس فازاي بقى ان هو يقول له ما تقعدش على الكافيه؟ قابل ابني اللي اسمه عبد الرحمن اللي هو شهرته بوجي. عبد الرحمن راكب موتوسيكل وماشي، فقابله دودو راكب عربيه، فوقف قدامه، فراح ايه قال له انت بتمنعني اقعد على الكافيه؟ قال له انا حر. قال له لا مفيش حاجه اسمها انت حر، انت هتدفع ارضيه ليا 5000 جنيه كل شهر. اعترض طريقه وهو رايح يجيب بضاعه. فابني بينزل من على المكنه كده لسه بيشير رجله عشان ينزل يتكلم معايا. راحوا اتنين كانوا معاه في العربيه، راحوا نازلين مكتفينه لدودو. راحوا مديله مطوه في حاجبه هنا، وانا معايا بقول لحضرتك الفيديوهات بتاعه التعوير بتاعته، وقطعوا له دماغه وعضينه في كتفه من ورا، وده بالك مسكينه عضينه مكتفينه وراح مديله غزه في جنبه. تمام. وصابوه وطلعوا يجروا. راح المستشفى، طبعا مش عارفه المستشفى بتعمل محاضر، انت جاي في ايه في كذا كذا كذا، عملوا محضر، عرفوا ان احنا عملنا محضر، هم بقى ضربوا واتبخروا من المنطقه مشوا. تمام. قعدوا فتره كده، بعد كده بعتوا لنا ناس لبوجي استلح وتنزل عن المحضر ومش عارفه ايه وكلام من دوت. فجي بوجي قال لهم لا انا مش هستلح، انا هاخد حقي بالقانون، انا ما ينفعش اتعور وتعمل فيا كده وهسيب حقي. فالمهم لما احنا رفضنا الصلح هو طبعا ما عجبهمش، راحوا عملوا محاضر في ابني
بوجي ومصطفى اللي هم سرقوا توك توك، واتقبض على اخوهم رئيس مباحث اسم تاني الضابط احمد موسى والضابط احمد عصام، نزلوا اكدوا الواقعه، لقوا الواقعه بلاغ كاذب، واتقبض عليهم والمحضر اتقلب ضدهم. تمام. فلما لقوش حيله ان احنا نستلح، بعتوا قالوا ايه خلاص بقى احنا اصحاب، وفرح مصطفى كان حدد الفرح وحجز القاعه، دخلوا له من نقطه ان هم هيجوا يحضروا معانا الفرح. مصطفى جايب نوبة فنانين واحنا بنحب الفنانين ديت، وعايزين بقى ايه نستلح، وانت يا صاصة اخوك مش هيرضى يزعلك عشان انت داخل على فرح وكده، وصلحنا مع بعض وتنزلوا عن المحطة. انا حتى قلت، طبعا مصطفى ما انا كمان كان قلت فاكر يعني، مش في دماغه ده اصلا لا فخ خلاص ليه، هنستلح بقى. ما كانش فاكر ان هما بيخططوا ويدبروا لا على طبعا، الصاحب ليه، بيدبر له لا ويخطط له عشان طبعا، انت يقتله. بتدور ان انت اخويا، انت صاحبي وده اخويا، فانت دورت ان انا هقدر اقول لاخويا بقى انا ما عايزه كانش اطلع. مدي اخوانه. لا لا، لو مدي اخوانا يا استاذه ما كانش راح لوحده، ما كانش راح لوحده، ده رايح يستلح، رايح تمام، يستلح عشان يحضروا معانا يعني هو الفرح، رايح بتقوله رايح رايح مليهم. بطوله، بدليل ان ان احنا اللي اتصابنا، هم ما حدش اتصاب من عندهم، رايح بطوله. هو لو رايح معاه حد كان يبقى فيه اصابات من هنا واصابات من هنا يا استاذه، مش هتبقى اصابه لينا احنا بس، تمام. رايح بطوله. وواحد اتصل بيه، اللي انا فهمته لما رحت المستشفى ولقيت ابني بين ايادي الله، بقول ايه اللي عمل فيه كده؟ قالوا يا ستي ده جه لابنك تليفون ان هو ينزل يستلح، هو دودو وبوجي انت قلت يستلحوا لنا معاه. مصطفى اللي كان بيصلح في شقته قبل التليفون ده ما يجيله، مصطفى كان بيركب احنا في الديكور شقته في دلوقتي، الديكور يعني بتاع الشقة دي الشقه شقة دوت، مصطفى. بيسمرها بايده بالشاكوش، هو واحد صاحبي. ده مصطفى ربنا يرحمه. تمام، جاله جاله التليفون تليفون وهو بيفرش في انزل عشان شقته. نستلح بقى، خلاص بقى ما احنا خلاص فاضل اسبوع على الفرح، انزل علشان خاطر احنا عايزين نستلح ونحضر معاك الفرح، وانت ليك تأثير على بوجي اخوك، وبوجي اخوك عشان انت عريس مش هيرفض لك طلب. بناء عن كده، بناء عن كده نزل بقى، وانا قلت له قبليها بكام يوم، قلت له خلاص بقى احنا مش عايزين مشاكل يا ابني، وعفى الله عما سلف واسترحوا يا ابني ايه، وكل واحد في حاله. قال لي خلاص يا ماما ايه، ربنا يسهل، احنا مش عايزين مشاكل، مش عايزين وجع قلب، عايزين نشوف لقمه عيش. تمام. قلت له ربنا يا ابني يفرحك بشبابك ويخليك وايه، وما تبعدوش. وهو نازل، نازل على السلم، بابا شافه وهو نازل، هو شقه مصطفى في الساتت وانا في التاني، هو نازل على السلم قال له رايح فين يا صاصه؟ قال له انا رايح اجيب بدله الفرح. قلت له روح يا ابني، يا رب يفرحك ويتمها عليك بخير. ابني نزل، ما قالكيش حاجة بقى، لا نازل جاري، ما جاله التليفون ونزل، ولا قال لي جالي تليفون ولا جاني ما حاجه. قالش انا لحد. لما رحت عرفت بقى، لما انا رحت جالك عرفت، الخبر بقى ازاي؟ جالي الخبر يا ستي والله العظيم عن طريق بنت عمه من بنها. انا قاعده في البيت، ابني راح المستشفى المغربي ما قبلتوش، راح مع المستشفى ناصر اللي جنبنا ما قبلتوش، ودوه القصر العيني، وانا كل ده قاعده في شقتي ما اعرفش حاجه، تمام. الا لقيت بنت عمه بتتصل بيا بتقول لي هو صح يا خالتي مصطفى اتضرب بالنار؟ قلت لها لا مفيش الكلام ده، مين قالك كده؟ قالت لي احنا جالنا تليفون من ولاد عمته بيقولوا ان هم شافوه مرمي على الطريق مضروب بالنار، واتصلوا ببوجي اخويا روحوا. نزلنا تمام. نجري، بالفعل رحنا لقينا مصطفى موجود في اوضه الاصابات المتعدده في القصر العيني. مصطفى اتضرب 17 11، مات 25 11، بعديها بأسبوع. قعد 8 ايام من الجمعه للجمعه، 9 رصاصات يا استاذه، 9 طلقات من 9 صاحبه. رصاصات، طلق حي، طلق حي في ابني وقعوه يضربوا فيه. كان صاحبه وهو بيضربه كان مصطفى عمال يقول له كلام مصطفى ومات وهو نايم على الأرض. بيقول له ليه كده، ده انا عريس. قال له ما انا مش هخليك تفرح، خد دب 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 دب، ومعايا صوت الطلق على التليفون هسمحه لك، هخليك تشيريه، هخليك تشيريه. طب ليه، ليه عمل لك ايه عشان تعمل فيه كده؟ ايه اللي هو عمله لك؟ ليه ده، انت بتغفله يعني؟ بتغفله ليه؟ بتغفله ليه؟ عمل لك ايه؟ يعني انا مش فاهمه يا استاذه، انا مش فاهمه، مش فاهمه ايه اللي اتعمل في ابني ده عشان ايه. وصلتي بقى المستشفى وشفتي فعلا ان وصلت ابنك مضروب؟ المستشفى لقيت ابني نايم ملط وعلى وشه الجهاز التنفس، جهاز التنفس على وشه. انا استوضحته اول ما شفته عند ربنا، ابني ما كانش حتى كلمه بيقولها، مخلصين عليه، مخلصين عليه. ما فاقش في المستشفى خلال لا لا السبع لا لا ايام لا دول، لا كان لا لا بيتكلم لا، حد ولا خالص؟ بقول لك دخلت لقيت الاكسجين عينيه ونايم مسلم ربه. قلت له استودعتك عند الذي يضع عنده الودائع، قسما بالله استاذ ما بكذب عليكي. ومسكت اخويا عيط وانا اعيط، بقيت ماسكه انا واخد بعضينا هناك. شدوه طلعوه على الترول، قالوا يطلع عمليات فوق عشان يشوفوا الطلق اللي دخل في مصارينه ورجليه والكلام دوت،
لقيت الدكتور بيقول مين اللي مع مصطفى؟ كان اخوه بيخلص اجراءات الورق تحت بالاستقبال. قلت لهم انا، انت مين؟ قلت له انا امي. قال لي طب تعالي امضي على الاقرار ده. قلت له هات. قال لي انت عارفه بتمضي على ايه؟ قلت له لا. قال لي طب ما تقري. قلت له ده منظر واحده تعرف تقرا؟ كان بقى الدموع مش شايفه قدامي يا استاذه هقرا ايه. كان معايا ابن عمه قال له طب اقرا انت يا دكتور. قال لي انت بتمضي على وفاه ابنك. قسما بالله يا دكتوره زي ما بقول لك كده. قلت له طب خش انقذوه. قال لي هو معدى كتر انت متعلقه باشياء مع ربنا. قلت له معاه ربنا. قلت له معاه ربنا، كل حاجه بايد ربنا. وفعلا انا مضيت على وفاه ابني. فعلا الدكتور عرف، قعد 8 ايام اخوه الله يبارك له في شر المرض مرمي في دقيقه، جاب له دم وبلازما ب 80,000 جنيه دم وبلازما. حبيبي ليه بقى ده كله؟ انا عايزه اعرف ليه. وبعدين النهارده كانت الجلسه بتاعت الشهيد مصطفى عريس الجنه شهيد الغدر، كانت النهارده الجلسه بتاعته في المحكمه. جابوا محاميين يا استاذه اتكلموا كلام، انا اتوجعت من كلامهم وكنت واقفه متوتره، بس انا عشمانه في القضاء العادل ان هو هيجيب حق ابني ومش هيضيع حقه مهما يجيبوا. يا رب يجيبوا 300,000 محامي. انا عارفه القضاء هيجيب حق ابني، القضاء ما بيخيبش الحد حق، ما بياكلش حق. ان شاء الله باذن الله القضاء هيجيب حق ابني، وانا بقول ان دم ابني في رقبه القضاء، مش هقول اكتر من كده، لان مفيش حد يرضى ان ابنه يتعامل فيه اللي اتعمل في ابني. 9 رصاصات يا استاذه حرب، ده ما خدهمش اسرائيلي في حرب 6 اكتوبر عشان هم يضربوهم لابني باسم ودودو. 9 ليه عمل لك ايه؟ لا شتمك ولا هانك ولا اتخانق معاك ولا ده، انت كنت بتيجي تاكل وتشرب في بيتنا وتبات عندنا وتقعد عندنا، تغدر بيه ليه؟ الصوره بس بتاعتهم. انا نفسي يقولوا ده ضربوه ليه يا استاذه، انا نفسي يقولوا هم ايه سبب ضربهم فيه، عمل لهم ايه. ومش هقول الا حسبي الله ونعم الوكيل، فوضت امري لله. بس نقطع بس كلامك ونشوف الصور بتاعت مصطفى. ده مصطفى الشهيد، وده اللي قتلوه، كانوا اعز اصحاب. كمل يا حاجة. انا بقول حسب الله ونعم الوكيل. وبعدين انا برضو في زميل لي كان حاضر الواقعة، هيجي يحكي لحضرتك اللي حصل. هيحكي لحضرتك اللي حصل. هيجي ولا ايه؟ نزل استاذة، معلش جاله مشوار، معلش. تمام. احنا هيجي تعالى احكي اللي حصل. احكي اللي حصل. تقعد يا عم في ايه؟ طب تقعدوا. طب احنا طب انت مش هتطلع صح؟ لا وانا كنت مش هطلع. خلاص هو نزل مشوار يا استاذ، راح مشوار يا استاذ، مش مشكله نزل. مش اشكال. تمام. بس انا طالبه من القضاء ان هو يجيب لي حق ابني مش اكتر، لان مفيش حد هيرضى ان ابنه يتضرب 9 رصاصات وما يجيليش حقي. لا اكيد القضاء عادل، اكيد حق ابنك هيجي. ابنك اولا انت في كل الحكايه هو اتخذ غدر، ربنا ما بيرضاش بالظلم. الحمد لله على كل شيء. وانا برضو بشكر رئيس المباحث بتاع اسم شبرا خيمه، مقدم احمد موسى، حضره الضابط احمد موسى وحضره الضابط احمد عصام، برضو قاموا معانا باكمل وجه ووقفوا معانا وجابوا لنا حقنا وقبضوا على المجرمين، وانا بشكرهم ولهم مني جزيل الشكر، وربنا يا رب ما يرميهم في دقيقه. وبشكر برضو القضاء، لان انا عارفه قضاء عادل ومش هيسيب حق ابني. اكيد طبعا، عشان في الله ثم في القضاء. اكيد طبعا. وباذن الله نيجي نصور معاكي بعد بكره ان شاء الله. بعد مش عارفه. لا ان شاء الله لو هينفع تبقى، بس احنا يعني مش عارفين نقول لك ايه الصراحه. يا ربنا يصبرك، ربنا يصبرك. وانا يعني عارفه ان قلبك مش مرتاح. من الناس اللي هتشوف اللايف دوت يدعوا لي بالصبر، لاني يعني انا قلبي فعلا موجوع، قلبي موجوع 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 موجوع. فانا طالبه من الناس كلها تدعي لي بالصبر وتدعي لابني بالرحمه. ابني شهيد الغدر وابني ان شاء الله في الجنه. احنا شفنا جنازته اكيد، يعني كانت جنازه مهيبه، والناس اللي حاضره يعني كانت حب الناس فيه، وفينا الحمد لله.
الحمد لله والشكر لربنا وحده، انا مش هقول اكتر من كده. قولي يا رب اسمه الكريم هيخلص بمعرفته. ربنا يا حبيبتي يرحمه ويصبرك واحنا معاكي مش هنسيبك لحد ما حق ويرجع باذن الله. يا رب يبارك لك ونيجي يا رب. ونيجي نبارك لك ونعزيكي تاني في يوم بعد بكره يوم الاربعاء باذن الله. ان شاء الله ده الحكم النهائي الله. اكيد وباذن الله نكون معاكي باذن الله. وانا بطلب من الساده المشاهدين اللي هيشوفوا اللايف ده جلسه ابني بعد بكره، طالبه منكم الدعاء دعواتي كثفوا الدعاء حق ابني يرجع. احنا بنشكرك وشكرا اعزائي متابعي موقع وجريده النهار المصريه. كانت معكم شرور خياط من داخل شبرا الخيمه. بنتمنى طبعا لاسره المجني عليه الصبر والدعوات، وربنا يا رب يرحمه وهو اكيد في مكان احسن.